مرحبا واهلا وسهلا بكم بماي ديزني تويز. معكم نادين. اليوم هنفتح شنطه الاغراض المدرسيه اللي احنا كنا طلعناها من بيضه فروزن العملاقه. لو عايزين تشوفوا الحلقه بتاعه بيضه فروزن العملاقه هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف وممكن تلاقوها كمان على الشاشه. هي دي معانا. يلا بينا نفتح الشنطه ونشوف ايه مكونات الشنطه الموجود جوه الشنطه. اولا بيجي معاها المقص، كتير حلوه طبعا. العاب فروزن احنا بنحبها كلنا، الألوانها مميزة جدا. اللون البينك ده أنا بحبه جدا. بيجي معاها كمان البراية في الشنطة. طبعا هي مرسوم عليها من بره فروزن إلسا وأنا زي ما قلت لكم بيجي معاها كمان المحاية مرسوم عليها أنا، كتير حلوة شكلها جميل. بيجي معاها كمان حاجات أغراض كتير جدا. بيجي معاها الألوان، الشرطة الشمعية، الألوان الشمعية مرسوم عليها أنا، كتير حلوة قوي. بيجي معاها 12 قطعة من الألوان دي. في كمان المسطرة مرسوم عليها أنا وكريستوف وأولاف، كتير حلوة وبتجنن. الشنطة كمان هي نفسها حلوة ولها أغراض كتير احنا ممكن نستخدمها بعد ما نخلص الحاجة في أغراضنا. الأقلام الرصاص مرسوم عليها مرسوم عليها أنا ومرسوم عليها إلسا كمان. يجي معها كمان فرشة التلوين الألوان المائية ديت، حلوة جدا. يعني أغراضها بصراحة كتير قوي ومليانة مليانة. في كمان الألوان ماركر، الألوان مش عارفة بالعربي اسمها ماستر كده، مرسوم عليها هي 12 قطعة ومرسوم عليها فروزن إلسا. الشنطة كتير حلوة ومزيان وشكلها يجنن. أتمنى تكون عجبتكم لعبتنا النهاردة أو أغراض المدرسة بتاعت اليوم من فروزن إلسا وأنا، مرسومة عليها كتير حلوة وبتجنن. أنا حبيتها كتير. إن شاء الله يكون مبسوطين عشاق فروزن. إذا حبيتوا الشنطة اعملوا لايك، وإذا حبيتوا الفيديو اعملوا برضو لايك، واشتركوا معانا لو بتشوفونا الأول مرة. أنا بشكركم، مع السلامة. ما تنسوش مسابقتنا القادمة. مع السلامة.